شكر مبروك الجمهور، مبروك الشعب العراقي. أكيد أول مباراة صعبة بالتصفيات، المهم هو حصلنا 3 نقاط وأهداف نسبة جيدة. القادم راح يكون أصعب أكيد. اللي يفرح هو عندنا كثرة من اللاعبين اللي متواجدين في المنتخب، اللاعب الاحتياط نفس المستوى اللاعب الأساسي، وايضا عندنا لاعبين غابين ايضا كلهم على مستوى يعني اختيارات كثيره الكادر التدريبي. اتمنى التوفيق، اتمنى من جمهورنا انه يدعم المنتخب مستقبلا للمباريات محتاجين لاعب. اللعب بالبصره لنكهه خاصه اكيد، يعني تعرف انا فتره يمكن اخر لعبه اخر مباراه هي مباراه هونغ كونغ اللي التصفيات الاوليه الاخيره، وكأس الخليج يعني ما شاركت. اليوم الأجواء شعور يعني ما يوصف، وخاصة أنه تسجيل الهدف الفرحة جميلة جدا. أتمنى إن شاء الله دوم فرحانين جمهورنا، ونشكرهم على جيتهم ونشكر كل واحد ساند. لحظة عناق بينك وبين كاساس، وكاساس بيتش بهاي اللحظة؟ أكيد هذا الإنسان يعني عنده ثقة بي، أنه قال لي قبل مباراة انه اريد بشار، انه افضل الاحصائيات تكون معاي شخصيا، فان شاء الله اكون على حسن ظنه، لان تعرف حسب ما ظهر في الاعلام انه الارقام مو جيده. قال لي انه انت تستحق اكثر من هذا الشيء على الموهبه اللي تملكها، لكن تعرف ضغط ومباريات صعبه خاصه اللاعبين في الدوري العراقي، او مبارياتنا احنا كمحترفين خارجين السفر. المستوى ان شاء الله مستقبلا يكون افضل.